يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت الحمام ومعي ورقة مكتوب بها اسم الله جل جلاله، فهل أكون آثما بذلك؟ يكره دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله، تضعها خارج الحمام، وإذا خرجت تأخذها تضعها في مكان، إذا خرجت المصحف أيضا تضعها في مكان، وإذا خرجت تأخذ، إلا إذا كنت تخاف عليها من السرقة أو من الضياع فلا بأس أن تجعلها في جيبك لأجل المحافظة عليها. نعم.